الماضيين نحن عم نفتتح معامل وعم نفتتح مصانع كمان. مثل ما عم تشوفوا معي نحن بجوتي مول موجودين بعروسة الجنوب مدينة النبطية. عروسة الجنوب عم تحتضن أكبر المولات يمكن وأكبر المصانع بمدينة النبطية ضمن أجواءها مثل ما عم تشوفوا معي هون تحديدا بحي الجزائر بالقرب من جامع الإمام المهدي تحديدا بمدينة النبطية. ناطرين نحن دقائق إن شاء الله وحنكون قدام قص الشريط إن شاء الله بيوصلوا معنا الشخصيات المدعوة واللي حتكون برعايتهم هيدا الافتتاح. حكون أنا وياكم بجولة لنشوف كل اللي موجودين معنا شو أراهم بهيدا الافتتاح وشو ناطرين وشو مخبلنا جوا عند ريفولي عند بيغوتي مول. فإذا مثل ما عم تشوفوا معنا حضور ما شاء الله كتير كبير. بحب أنا أكيد بارك لأستاذ قاسم ولأستاذ علاء ولزوجته اللي لفتني هون ضمن الحضور. في عنا اثنين من الكبار معنا. هات لنشوف أنا وياكم بالكاميرا. السلام عليكم. أول شيء أنا بحب بارك لقاسم. أنا عرفت معلومة صغيرة عرف المشاهدين من حضرتك. أنا ست لقاسم حجي أم علي فخر الدين. شو بتقولي لقاسم بهيدي المناسبة؟ بقول له الله يوفقه من عينان العالم من الحسد وقلبه طيب وحنون ومربى ومهذب وعنده لله بيستاهل قاسم كل الخير. مربى وعارفين شو ربين. أكيد في شعور هيك جواتك كتير كبير إنه أنت عم تشهدي لحفيدك عم يفتتح هيك معمل. حفيدي عشاني أنا ربيته بعرف شو بربي بعرف شو في بإيدي. مش كل إنسان ربى بلاقي. لا أنا ربيته غير العالم كله عارف شو في بإيدي. قاسم خط أحمر إن شاء الله كل الناس تكون مثل قاسم ويتوفقوا مثله ويعمي عنه عن الحسد العالم والله يخليه بصحته وبعافيته يرضى عليه رضا قلبي وربي ان شاء الله. يعني الفرحه اللي هلا انت فيها مش صيعيتك اكيد. ها اكيد الفرحه هلا مش صيعيتك. لا معلوم بعدي انا ربيته وبحسب ابني. ها مش ابن ابني ابني ان شاء الله. كمان بتشوفي اولاده ان شاء الله شباب ان شاء الله بيتوفق بصحته بالحسن ومن عنان العالي ويبعث لكل الناس كل انسان مثل قاسم قلبه طيب وحنون ان شاء الله. شوف الحجه كمان ست زوجة قاسم غدير نفس الشيء. اثنيناتهم معزتهم بقلبي والله يسلمهم من كل انسان لئيم ووفقهم وكن ان شاء الله وجهوا خير عليهم يبعد عنهم يبعد عنهم الحسد. من وين انت يا حجي؟ نحن من دار الزهراني. اهلا فيك من بيت الزين. اهلا فيك. يعني انت اكيد مبسوطه ل ايه مبسوطه لحفيدتي ولحف هو حفيد وهي حفيد وهن اثنينات المعزه وحده. يعني انتم مرقت عليكم ظروف اصعب من هيدا. عشتوا ظروف الحرب صح؟ حرب الاهليه وحرب الانفجارات والكل حضرناها. يعني رغم كل هيدا الشيء ورغم الظروف اللي نحن هلا عايشينها. انا صار لي 24 سنه هون. كنت ببيروت جايبني سهرة الأستاذ علي كمان بيا لغدير جايبني لهون وما كان يعد يخليني أنزل وتوفى بعيدا عنك زوجي وقبرني هون. طيب هلا رغم هيدي الظروف اللي نحن عم نعيشها هلا يمكن أجواء حرب وهيك الوضع موتر أنتوا أكيد شجعتوا قاسم وزوجي. أكيد شو بدك أكثر من هيك بعد. الله يوفقهم يبعد عن الله يهد الإسرائيلي واليهود. يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مين؟ يلا شو حبيت؟ لا حبيبي الله يوفقه إن شاء الله بيكون وجهه مش خير عليه إن شاء الله حبيبي ده. من وين جاي؟ من وين جاي؟ نبطي مرت عمكم مرت عم خيبي. أهلا وسهلا فيكم. شو بتحبوا تقولوا لقاسم؟ نقول له ألف مبروك والله يهنيه يا رب التوفيق. أنا عمته بكون الله يهني يا رب. قاسم بيستاهل كل خير. اكيد شايفه حالك فيه. اكيد قد الدنيا بالاخص يعني هيدا حمسايتك. بالاخص هيدا ابن الغالي والعزيز على قلبنا. تسلم الله يخليك. نكفي جولتنا هون. نكفي جولتنا يلا.
حنكفي جولتنا ونوصل عند دكتور احمد. اهلا وسهلا دكتور احمد. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك. بظل هالظروف الصعبه اللي عم نشهدها نحن، يمكن خاصه وضع البلد هلا حاليا، نحن على ابواب حرب يمكن تقريبا فيك تقول هيك شيء، عم نشهد بمدينه الجنوب بعروسه الجنوب مدينه النبطيه، عم نفتح عم نشهد افتتاح معامل، يعني هيدا تحدي بحد ذاته كثير كبير لا يوصف يعني مثل ما بيقولوا. فشو بتحب تقوله لقاسم ولزوجته ولخيه علاء كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك مثل ما تفضلت وحكيت، وهيدا تحدي واضح بظل هالظروف الصعبة. ونحن منقول مثل ما قال الشاعر، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. رفض الأخ قاسم وزوجته وخيه وهالعيلة الكريمة أنه يعيشوا بين الحفر، بدهم يعيشوا حياة عزيزة كريمة، وهني عم يصنعوا الحياة وعم يصنعوا طريقة فعلا يحتذى بها بالمقاومة، بطريقة بالمقاومة. كلهم بديدنوا، منهم من يقاوم على المحاور وعلى الحدود، ومنهم من يقاوم بطريقته، الطريقة الاقتصادية. فاليوم عم يحاولوا التهديد إلى فرصة. اليوم يصنع الفرص وعم يحاول يعمل دورة اقتصادية بالبلد بالمدينة، وهيدا إن شاء الله عمل مبارك وندعو له بالتوفيق. المقلب الثاني، قبل قليل كان في مداخلة لحدا وحدا عبر بطريقة أنه نحن اللبنانية عايشين حياتنا، فأنا هون عم قل لهم هلأ اليوم نحن فعلا عايشين حياتنا ونحن هيك باقيين عشان نحن سبتين وما حنفل. سنبقى نعيش الحياة حتى بالمقاومة، هيدي طريقتنا بالحياة، حياة عزيزة كريمة لا تعرف معنى الذل والخنوع واليأس والإحباط. أكيد إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك دكتور. يلا عم تشهدوا معي حاليا وصول سعادة النائب أبو حسن أبيسي. في عالي فخر الدين نرحب بالأهل والحضور الكرام، كمان نرحب بسعادة النائب مدير مكتب دولة الرئيس الأخ نبيه بري، سعادة النائب هاني قبيسي أبو حسن، أهلا وسهلا. كمان نرحب برئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد الحيل والحضور الكرام. كمان نرحب بالحجة الوالدة حجة أم علي فخر الدين، أهلا وسهلا. نبارك للأخ خضر فخر الدين وولده قاسم بهذا المشروع، نتمنى لهم التوفيق والنجاح، وكل الشكر للأخ خضر على هذه الخطوة الشريعة في هذه الأيام التي تمر بها البلاد. كما نتمنى على الإخوة المغتربين أن يقدموا على مشاريع كهذه لمصلحة بلدهم لهم وللبلد. ونتوجه بالشكر من هنا من مدينة الحسين لمغتربي مدينة النبطية بالذات، وعلى رأسهم الأخ خضر فخر الدين، لتقديم المساعدة والعون لأهلنا طيلة أيام السنة في كل المناسبات الاجتماعية والدينية، لأنهم هم العمود الفقري لهذا البلد. راجين المولى عز وجل أن يوفق الأخ قاسم فخر الدين وزوجته غدير في مشروعه هذا، ونعمل تشجيعهم من الجميع لأنه المشروع الأول في هذه المدينة. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. عشتم وعاش وطننا الجريح لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبل البدء، تحية إكبار لأهلنا بفلسطين الجريحة المظلومة، ودقيقة صمت نقرأ بها الفاتحة على أرواح الشهداء. سعادة راعي الافتتاح مدير مكتب دولة الرئيس نبيه بري حاج أبو حسن قبيسي، حضرة رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل العزيز، الجميع أعزاء، أهلا وسهلا بكم بافتتاح هذا المشروع. حقيقة ترددنا كثير قبل ما نعلن الافتتاح نتيجة هالظروف، ولكن عدنا أخذنا القرار بالافتتاح
لأنه البقاء صمود والصمود مقاوم. فأهلا وسهلا بكم جميعا وعذرا للتأخير. وتفضل حاج أبو حسن مشان ما بقى منا نطول على الناس. تفضل. تفضل يا حاج. تفضل يا حاج معنا. هيدا الميكرو بدكم تخلوا الناس عم تسمع؟ ما إذا بدك. إذا في خلي إذا بدهم يحكوا عشان يحكوا. آسف. يلا الحج. تفضل يا حاج. إذا حدا بده يحكي. السلام عليكم. السلام عليكم حجي. الله يطول عمرك. الله يوفقنا. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. أخرت من أنت أنا بس لا على رأس الله يطول عمرك أخرت بعد ما بدك تفضل حاج شرف يا حاج تفضل حاج بتمثل الجميع أنا ما أعرف حاج هذا زلطة يا حسن ألف مبروك. مثل ما عم تشهدوا معنا بهيدي الأثناء عم بيتم افتتاح بيغوتي مول. إن شاء الله يا رب. أجواء كتير حلوة. اليوم من بعد شهرين ولأول زيارة كانت لأنها كانت مفاجأة لأصحاب المعمل. هيدا المعمل اللي بيتضمن نقطة بيع وتوزيع. اليوم الجمعة 20 تشرين الأول عم نشهد فإذا افتتاح أبواب بيغوتي مول مثل ما عم تشوفوا معنا. هيدا المكان الواسع والراقي كمان. وعاملين معمل خياطة تحت كمان. عاملين معمل خياطة. نحنا كنا حابين نقول بس ما عاش فينا نطول على الناس. لا ما كتير تأخرنا. نحت 10 دقايق 4 ساعة. ألف مبروك. خطوة جبارة بوقت حساس ودقيق. بتعبر عن إصرار. نحنا متمنين لك توفيق من كل قلبنا. وندعي كل الإخوان اللي قادرين يعملوا مشروع بالمنطقة أنه يعملوا. هذا بدل على التمسك بالأرض، على التمسك بالمبادئ. بيعطيكم ألف عافية. إن شاء الله إلى مزيد ومزيد من التوفيق. نحن هؤلاء أولادنا. طول عمرك يا حاج. ونشوف حالنا فيهم نستعز. مع أنه يا محلى هالشبيب هو عراس من فوق. كل ما طلبنا طلبناهم نلاقيهم. مع ان نحن عارفين ان احسن من اولاد. عارفين شو فيه. ان شاء الله بيضلوا بصحتهم وبعافيتهم ونشوف حالنا فيهم. ونحن ممنونين عينهم فضلا على راسني. الحمد لله ربيته ولقيته. الحمد لله. خليك يا حاج ضلي فوق راسك. نحن بنشوف حالنا فيهم. الله يطول عمرك. بدي من اللي يقولوا لي اللي عاشر بس. خاطر العاصمة. غير بدي اياها. هو ولده. طيب نكفي جولة نحن وياكم؟ يلا أستاذ قاسم لو سمحت مكفي جولة لو سمحت. يلا نتعرف شوي على التفاصيل الموجودة بالمول. يلا نحن ودكتور أحمد. يلا أبو حسن كمان كله بيت رجالي كله. حتى عنا فوق كله بدلات رسمية وكل شيء طابق رسمي يعني كامل فوق الطابق الثاني عنا. نحن هون نقطة باع مفرق وجملة صح؟ مفرق وجملة ومنسلم حسب من المعمل كمان إذا أراد. إيه هون كل الأعمار ولا في أعمار محددة؟ لا للشباب تقريبا يعني هون كله شباب أطفال شوي بدنا نوسع بس للكبار شوي بالعمر كمان. رجالي نسوان نحن عم نحكي أكيد. حلو يعني بلاقي واحد كل شيء تقريبا. رجالي نسوان إذا أراد كل شيء لازم يلاقي الواحد. إن شاء الله قريبا بكون في ولادة. هلا بعد عم ندرس الموضوع بكير بعد لنحكي هيك. طيب هاي دول البضاعة اللي معروضة هون كلها شغلكم؟ 90% من المحل شغلنا نحن. انا بعرف انه انتم حتى عم تعطوا محلات ثانيه. بنسلم كل لبنان تقريبا. بنسلم كل مش بس لبنان خارج لبنان صح؟
ايه مزبوط هذا الحكي مزبوط. نسلم كل الناس اللي بيطلب عنا فين قادرين نسلم. ان شاء الله الله يوفقكم يا رب. يلا معهم يلا نكفي. يلا يلا معهم انت يا حبيبي. يلا انا وياكم. مثل ما عم تشوفوا معنا اليوم الجمعة 20 تشرين الأول عم نشهد افتتاح فئران أبواب بغوتيمول ليستقبل كل طلباتكم ويلبيها وين ما كنتوا داخل أو خارج لبنان. عم نحكي هون عن طلبات جملة بكميات كبيرة. اليوم الجمعة 20 تشرين الأول وبتمام الساعة 5 في عروسة الجنوب النبطية مدينة النبطية عم نشهد وعم نحط اللمسات عم نشهد وضع لمسات فريق العمل بعد جهد دام أكثر من أشهر. فإذن عروسة الجنوب عم تحتضن ضمن أحضانها أكبر المعامل وعم تشهد على وضع لمساتها وتعمل فرق بالإنتاج المحلي وتعمل على وضع فرق بالإنتاج المحلي والعجلة الاقتصادية في وطننا العزيز لبنان. رغم كل الظروف التي نشهدها وخاصة في هذه الأيام الصعبة والدقيقة نحن اليوم أمام هذا المشهد الرائع. نحن اليوم عم نوصل تتجلى فيها كل معاني التحدي والصمود، كل معاني الحب لوطننا وأهلنا وشعبنا. عم نوصل فيها رسالة نغيظ فيها كل مين عم بيراقب حدودنا ويصرح أنه نحن عايشين حياتنا على طبيعتها. حب أكد وعبر هالمنبر الحر نحن أكيد حنضل وحنبقى عايشين حياتنا لأن نحن صناع القرار. إذن بحضور النائب سعادة النائب أبو حسن بيسي والدكتور أحمد كحير رئيس بلدية مدينة النبطية والأعضاء والمهندس خضر اختار وبرعاية وحضور العديد من الفعاليات والشخصيات والأهل والأصحاب والأحباب أشهدنا افتتاح الحدث الأضخم والمعمل الأكبر اليوم لأصحابي الأستاذ قاسم فخر الدين وعلاء فخر الدين وغدير كمال لدى بغوتيمول كل ما تحتاجه لإطلالة مميزة من أهم الأقمشة والموديلات العصرية. بدورنا نحن من موقع النبطية حاضر الجبل عامل منحب نهني أصحاب هيدا المول على هيدا الافتتاح الكبير ومنتمنى لهم أكيد التوفيق والتميز والتألق وإن شاء الله بيفتتحوا فروع جديدة بأماكن مختلفة على مداد أرض الوطن. لكل حدا بحب يستفسر ويحجز ويبارك فيه يتصل على الرقم التالي 71 90 97 96. أكيد بحب أشكر من خلف الكاميرا اللي عم ينقلنا هيدي الصورة الحلوة زميلي الأستاذ كامل وهبي. نحن هلأ عم نشهد فإذن إيه بلش على اللايف نربح. طيب هنربح على اللايف. هيدي كانت مفاجأتنا اللي بعد ما كناش حابين نعلن عنها بالوقت الحاضر لكل اللي عملوا فإذا شير لهيدا اللايف فإذا كودوا كتار معنا على اللايف. حبلش اختار حاختار من الأسماء
محسن رسلان. ألف مبروك لمحسن رسلان، عم بيقلنا يعني وين الهدايا، فبحب أقول لك ألف مبروك، وبحب أنا ربحك من عند بيغوتي مول، بتجي بتستلم هديتك هون من بعد نهار التنين إذا الله رد. فإذا محسن رسلان ألف مبروك. مين الاسم التاني ومين الرابح التاني معنا؟ مين اللي عمل شير لهيدا اللايف؟ مين اللي عمل شير لهيدا اللايف؟ مين اللي عمل شير؟ إذا الكاميرا بتحب تاخذ لنا مين عمل شير معنا؟ دارين حمود ألف مبروك لإلك. دارين حمود ألف مبروك، تمام؟ أخذتها الكاميرا، ألف مبروك، بتجي بتستلمي هديتك من عند بيغوتي مول من بعد نهار التنين إن شاء الله إذا الله رد، ألف مبروك. مين الرابح الثالث معنا؟ مين الرابح الثالث؟ حكيم يلا خلي خلي الكاميرا تاخذ لنا شوية ضيافة، بيكون بهيدا الوقت صار معنا متابعين جداد وشاركوا هيدا اللايف وبنعطي هيك فرصة أكبر للربح. لمين حنقول مبروك؟ لمين أقولكم حنقول مبروك؟ مين حيعمل شير لهيدا اللايف؟ ألف مبروك لعلي مهدي ضرير. ألف مبروك لعلي مهدي ضرير. ألف مبروك ربحت من عند بيغوتي مول، بتيجي بتستلم هديتك من بعد نهار التنين، صار معنا ثلاث هدايا. مين الرابع؟ بعد ثلاثة. مين الرابح الرابع؟ يلا مين أقولكم؟ لمين حنقول مبروك؟ لمين حنقول مبروك؟ لهلا حمدان ألف مبروك. ألف مبروك لهلا حمدان، عملت شير لهيدا اللايف، ألف مبروك. حنكفي الجولة؟ كفي جولتك معنا هون مع الحضور، بيكون صار معنا متابعين جداد على اللايف وعطينا فرصة أكبر. بعد عنا هديتين بدنا نقدمهم، بدنا نقدم هديتين بعد لمين؟ مين اللي حيحالفوا الحظ؟ مين حيحالفوا الحظ؟ ألف مبروك لتيا جابر. ألف مبروك لتيا جابر الرابحة الخامسة معنا. تيا جابر الرابحة الخامسة. الرابح الأخير مين حيكون معنا؟ مين أقولكم حيكون الرابح الأخير معنا؟ لمين حنقول مبروك؟ مين حيعمل شير لهيدا اللايف؟ لمين حنقول ألف مبروك؟ يلا مطلوب تعملوا شير لهيدا اللايف. نور حاج ألف مبروك. ألف مبروك لنور حاج الرابحة الأخيرة معنا، تربح من عند بيغوتي مول. نور حاج ألف مبروك. فإذا من بعد نهار التنام تقدروا تجوا تستلموا هديتكم. حذكر أنا برقم التليفون عند بيغوتي مول 71 90 97 96 71 90 97 96. ربحنا فإذا ست هدايا، ألف مبروك لكل اللي ربحوا معنا. جولتنا معكم ما خلصت، الكاميرا زميلي كامل. مثل ما شفتوا معنا، لكل اللي عم بيتابعونا حاليا اللي فاتوا معنا على اللايف مباشرة هلأ وما عارفين شو عم بيصير، هيدي الأجواء اللي شايفينها عم بتفرجيكم افتتاح ضخم لبيغوتي مول. بيغوتي مول موجود بحي الجزائر بالقرب من جامع الإمام المهدي،
عم يفتتح أبوابه، هو عبارة عن معمل نقطة بيع جملة ومفرق، حتى كمان هو بيصدر لخارج لبنان، يعني بتقدروا تطلبوا طلبات كبيرة وتشحنوا لخارج لبنان حتى، وكل المحلات بتقدر كمان تطلب طلباتها إن كانت فإذاً حتى داخل لبنان أو خارج لبنان. بجوتي مول بتلاقي كل شيء عندها، كل شيء بتحتاجه لإطلالتك أنت وزوجتك أكيد. بدورنا نحن من موقعنا بطية حاضرة جبل عامل منحب نبارك لأصحاب هيدا المول، هن أستاذ قاسم وأستاذ علاء وزوجته، فألف مبروك لإلون. هيدا الافتتاح كان برعاية النائب أبو حسن عبيسي والدكتور أحمد كحيل رئيس بلدية مدينة النبطية. فبحب أنا بدوري وعني وعن زميلي كامل بحب لكم ألف مبروك، وإن شاء الله نحن باقيين صامدين رغم كل اللي عم بيحيط فينا، كل التحديات اللي عم بتحيط فينا وكل هيدا الشيء، والتغريدة اللي طلعت عم تتحدينا وعم بتقول إنه نحن عايشين حياتنا ضمن لبنان. فأنا حاب رد على هيدا التغريدة، نحن عايشين وأكيد عايشين وما حنفل من بلدنا وصامدين إن شاء الله.